لتسليط الضوء أكثر على انتهاكات ميليشيا الحوثي في اليمن ضد المدنيين ودول الجوار، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي اليمني عادل الحامدي. أهلا بك معنا سيد عادل. أهلا وسهلا بك وأسعد الله يومك ويوم المشاهدين الكرام. طبعا فقط أصحح، أنا باحث عربي يشرفني أن أكون من اليمن لكنني يمني وأنا موجود في تونس، فأنا تونسي أيضا. نعم تشرفنا بك سيد عادل. يعني رغم المبادرة السعودية كما تعلم لوقف إطلاق النار في اليمن والتي لاقت قبولا دوليا واسعا، ميليشيا الحوثي لم تكتفي برفض هذه المبادرة بل وقصفت نجران وجازان السعودية بصاروخ باليستي. ما هي الرسالة التي يحاول الحوثيون إيصالها؟ طبعا الرسالة لها وجهان، أما الوجه الأول للرسالة فهي التي عبر عنها الحوثيون بشكل مباشر وقالوا بأن الحرب الممتدة منذ 6 أعوام والتي تمر اليوم الذكرى الثالثة لانطلاقها على اليمن هي حرب طويلة ولم تنتهي بهذا القرار، بمعنى أن الحوثيين يريدون أن يحملوا المسؤولية إلى دول التحالف على ما ارتكبوه في اليمن طيلة هذه الأعوام. هذه هي الرسالة المباشرة وهي رسالة لا تصمد أمام الواقع. الرسالة الحقيقية هي رسالة من الأطراف الفاعلة من اليمن وهي من الإيرانيين، أي أن الحل ليس في اليمن وإنما الحل هو حل إقليمي، وأن الحوار يجب أن يكون سعوديا إيرانيا، وأن قرار وقف إطلاق النار في اليمن ليس قرارا أحاديا جانب وإنما هو قرار إقليمي ودولي يجب أن تشترك فيه هذه العواصم. وربما الرسالة الثالثة وهي الرسالة الأهم وهي رسالة للأمم المتحدة من أن القرار قرار وضع حد لسفك الدماء في اليمن يجب أن يكون أيضا سياسيا ويجب أن يكون عادلا ومنصفا بحق اليمنيين. إلى حد الآن واضح الآن أن المبادرة السعودية الأخيرة والتي أتت وفق تطورات سياسية دولية يعرفها الجميع لم ترقى إلى مستوى تلبية مطالب الحوثيين، وأعتقد بأن الأمر قد يأخذ بعض الوقت حتى يصل الجميع إلى ربما توافق سياسي ينهي هذه الحرب. هذا بالنسبة للرسالة. طيب ردة فعل المجتمع الدولي وأيضا يعني السعودية على هذه الرسائل، كيف ستتلقف هذه الجهات هذه الرسائل؟ طبعا الرسالة بالنسبة للمواقف الدولية واضح الآن بأن الحوثيين بهذه الصيغة يزيدون من عزلة أنفسهم، وواضح أيضا بأن هذا ربما سوف يكون خصما على موقع الحوثيين في الشأن الدولي. الولايات المتحدة الأمريكية التي رفعت اسم الحوثيين من قائمة المنظمات الإرهابية سوف تجد نفسها اليوم أمام تحدي وحرج كبير، كيف يمكن لها أن تفعل ذلك بينما الحوثيون لا يكتفون فقط بمواجهة قوات التحالف داخل اليمن وإنما أيضا الآن يهددون أمن واستقرار حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية وعلى رأسهم المملكة العربية السعودية. الاتحاد الأوروبي الذي يسعى لإعادة إيران إلى المجتمع الدولي ومحاولة التخفيف من العقوبات المفروضة على إيران بسبب السلاح النووي سوف يجد نفسه أيضا اليوم محرج أمام المجتمع الدولي، إذ كيف به سيدافع عن موقف إيراني بينما الإيرانيون يدعمون حربا ربما تستهدف حليفا للغرب في الشرق الأوسط. بالتالي أعتقد أن اليوم أمام تطور ربما غير محسوب بالنسبة للحوثيين، وأعتقد بأنه سوف يكلفهم الكثير أكثر مما ينفعهم. شكرا جزيلا لك. إذن عادل الحامدي الكاتب والباحث السياسي التونسي كنت معنا عبر الهاتف من لندن، شكرا جزيلا لك.